بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة السقف السوري الإسلامي. بالنسبة للكاميرات، في كان عندنا اسمها كنك كليبس. كنك كليبس دي يعني ملهاش قفل، القفل بتاعها قصير زي حضرتك شايف كده، تبقى ممكن حرف يو أو الشكل دوت. الكنة دي الحداد بيعملها لما ينسى إنه يعمل عدد كنات كافي. يعني إيه؟ يعني مثلا عمل كاميرا، فالكاميرا دي كان المفروض يعمل فيها مثلا 22 كان، فهو قفل الكاميرا وخلصها وكل حاجة تمام، فجه يبص على عدد الكنات لان في مكان واسع كده، فجه عدهم لقاهم 21 كان، يعني نسي كان. طب ايه الحل؟ بعد ما خلص الشغل خالص مش هيعرف ان هو يحط الكنة اللي ناقصه دي الا بعد ما يفك الكاميرا تاني عشان يعرف يحط الحديد بتاعها. طب ايه الحل بتاعنا؟ الحل هو ان هو بيعمل كنة اسمها كنة كليبس، والكلام ده خطأ، لان الكنة الكليبس دي لما يجي عليها اي ضغط هيفتح الكنة، يعني وجودها زي قلتها، يعني هي بتتعمل كشكل بس، خدعة سينمائية بتتعمل للمهندس علشان لما يجي يعد عدد الكنات يلاقي ان في هنا كنة كليبس. طيب الكلام ده المهندس ازاي يكتشف موضوع الكنة الكليبس؟ المهندس لما يجي يعد عدد الكنات اللي موجودين في المتر، عينه على قفل الكنة، لان الكنة دي ملهاش قفل، فلما عينه تبقى مع قفل الكنة هيعرف ان دي كنة كليبس ولا كنة سليمة. يبقى ما يعدش الكنات في المتر كده وهو ماشي او شاف هنا كنة خلاص، لا، يبص على قفل الكنة عشان يعرف دي كنة كليبس ولا كنة مغلقة او كنة اوتوماتيك او كنة صندوق، يبقى فاهم الكلام ده كويس. طيب الحداد عشان يتجنب الامر ده لازم يبقى عدد العدد الاجمالي للكنات ومجنط الشغل بتاعه عشان يقدر يربط الكنات بمسافات ثابتة. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.